السلام عليكم، حياكم الله بدورة جديدة عن لغات تصميم المواقع. طبعا بهذه الدورة راح ندرس ال HTML HTML5، إن شاء الله بالدورات اللي بعدها راح ندرس ال CSS وال JS اللي هي جافا سكريبت، حتى نتعلم شلون نصمم موقع كامل كفرونت اند. طبعا المواقع تنقسم إلى قسمين واللي هي فرونت اند والباك اند. الفرونت اند اللي هي تصميم المواقع، الباك اند اللي هي برمجة المواقع. طبعا البرمجة اللي هي تضم الداتابيس ولغات البرمجة، لكن تصميم المواقع يضم ال HTML CSS جافا سكريبت اللي هي لغات تعتبر ترميزية وليس لغات برمجة مثل ال HTML وال HTML5. طبعا خلال هذه الدورة راح نوضح شنو الفرق بين ال HTML وال HTML5. طبعا نفس اي لغة انه ما تخلى من التحديثات والاصدارات بمرور الوقت. فال HTML بعد ما نزل الاصدار الجديد HTML5 ضافوا عليها تحسينات وتعديلات. احد هذه التحسينات انه ال HTML5 صارت تدعم الجافا سكريبت بالباك جراوند مال المتصفح، يعني تدعم الجافا سكريبت بشكل كامل. سابقا كانت ال HTML ما تدعم هذا الشيء، وايضا انه ضافوا بها تحسينات وميزات جديده مثل الكافاز وغيرها، ان شاء الله راح ندرسها خلال هذه الدوره. طبعا حتى نعرف بالبدايه بالمقدمه شنو الفرق بين HTML وال CSS وال JS، لو نجي نكتب HTML HTML CSS وال JavaScript. طبعا هنا يعني لاحظت انه اكو في الصوره انه توضح لنا الفرق بين اللغات الثلاثة. لو نجي هنا نلاحظ هذه الصورة، هذا هو ال HTML HTML او ال HTML5، انه نعتبر عبارة عن موقع، انه ال HTML تصمم لي هيكلية المواقع، يعني مثل انه هذا نعتبر موقع. هسه عندي موقع، هذه الصور كلها انا راح اصممها بال HTML 5، ان شلون اخلي هذه الصورة على اليمين، بعد هذه الصورة، بعد هذه الصورة، ان هنا عندي كتابات، ها كلها اكتبها داخل ال HTML. بالنسبة لل JS اللي هي التفاعلية، تفاعلية الموقع، مثلا اوكي انا جيت اريد اضغط كليك هنا، ايش راح يسوي لي هذا الكليك؟ يسوي لي التفاعلية، فلازم استخدم ال JS. تمام، انه احنا نلاحظ بعض المواقع من نفتحها ينطين فد رسالة ترحيبية او notifications، هاي كلها معمولة بال JS. طيب فائدة CSS شنو؟ طبعا هي لغة تكمل لغة حتى ينبني الموقع، انه لازم الثلاثة يكون الموجودات على الاقل، ال HTML وال CSS تكون موجودة حتى نقدر نبني الموقع. بالنسبة لل CSS انه احنا بنينا الهيكل، عرفنا هذا الهيكل شلون راح نتحكم به، انه نضغط على buttons او نضغط على pictures تودينا البيج الثانية. هاي بالنسبة للجزء JS. بالنسبة لل CSS اللي هي تلوين الموقع، اوكي شنو تلوين؟ مثلا انا هنا عندي الباك جراوند مال هاي البيج، نلاحظها انه كلها باللون الابيض، بعدها عندي الكتابات باللون الاسود، عندي هنا هذا اللون، لاحظ انه هذا الخط هنا باللون الازرق، هذا كله معمول بال CSS. هنا عندي الباك جراوند سودا، هاي كلها معمولة بال CSS. اذا ال CSS هي ستايل للموقع، تضيف ستايل وجمالية للموقع. طبعا قلنا انه ال CSS هي مكملة لل HTML، وبعدها تجي ال JS حتى نقدر نبني تفاعلية الموقع ويا اليوزرز. بدون ال JS راح يصير انه الموقع ثابت، يعني ما راح نقدر نتحكم به او ننتقل من بوتونز الى بوتونز ثانية الى بيج ثانية وهكذا. طبعا خلال هذا الدورة راح ندرس ال HTML، بعدها راح ندرس CSS، وبالدورة الثالثة ان شاء الله راح نتطرق الى ال JS. طبعا قلنا كل هذني اللغات انه يشملن الفرونت اند للمواقع اللي هي تصميم المواقع. عندنا القسم الثاني اللي هو الباك اند اللي تشمل الداتابيس ولغات البرمجة مثل ال PHP او ASP او روبو او ريالز او جافا. طبعا اكيد للي يدرسون جافا انه الجافا اللي لغة البرمجة تختلف عن الجافا سكريبت بشكل كامل،
هذه جافا لغة برمجة، هنا جي اس هاي تكون في تصميم المواقع تستخدم. طبعا حتى ندرس ال HTML5 او ال HTML نحتاج ان بعض الامور مثل الاديتور اللي نكتب به اللغة. طبعا عندنا بعض الاديتورز اللي انا راح اشرحهم، هنا عندنا السبلايم ممكن ان تحملوه من جوجل مباشرة، فقط تكتبون سبلايمز ندخل على الداونلود ونقدر ننزله. طبعا متوفر للينكس والويندوز والاو اكس اللي هو الماك. عندنا ايضا النوت باد بلس بلس، مباشرة فقط نكتب نوت باد بلس بلس، بعدها ايضا يطلع لنا داونلود نوت باد بلس بلس، وممكن نحمل النسخة اللي نحتاجها وتوافق النظام الخاص بينا. احنا بهذه الدورة طبعا راح نستخدم الفيجوال ستوديو كود، لان هذا الاديتور او الايديا جدا مشهور وتعامله يكون سهل مع اللغة. طبعا السبلايم هو انا برأيي انه افضل، بس لكن السبلايم بيميزة انه ما يدعم اللغة العربية، فقط انجليزي. اذا فيجوال ستوديو كود نكتبه بهذا الشكل، ندخل على اول لينك راح يظهر لنا، منها راح اقول له داونلود فور ويندوز، او ممكن اختار للماك او الويندوز او اللينكس. اذا بهذه الدورة راح نستخدم الفيجوال ستوديو كود بالنسبة لي. بالنسبة لك براحتك اي اديتورز او اي دي تقدر تستخدم. نحتاج ايضا متصفح حتى ننفذ به الموقع، ممكن انه ننزل جوجل كروم، نقول له تنزيل جوجل كروم وتثبيته بالحاسبة، او ممكن انه ننزل الفايرفوكس. مجرد ما ندخل على اول لينك نقول له بعدها تنزيل. اي متصفح عندك ثاني مثل الاوبرا او كروم فايرفوكس، اي متصفح ثاني تقدر تستخدمه براحتك. بالنسبة لي راح استخدم جوجل كروم مع الفيجوال ستوديو. طبعا اكيد لو نغلق هذه النوافذ، نحن عندنا سيليباس المفروض نمشي عليه. تمام، هذا السيليباس اللي راح يكون عندنا راح ندرسه خلال هذه الدورة. لو نجي هنا نكتب W3 School، هذا الموقع جدا رائع انه يقدم لي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، وايضا بلغات ثانية تقدرون تعلموها من خلال هذا الموقع. طبعا لو نجي هنا ندخل على ال HTML Introduction، مطيني هنا سيلبس كامل لل HTML. تمام، سيلبس كامل. لو ادخل مثلا على ال HTML Attribute احد مواضيع ال HTML، لو نلاحظ ان هنا كاتب لي احد مواضيع ال HTML، مجرد ما اضغط try yourself انه online، انه اكتب الكود بهذا الشكل بالجهة اليسرى وينفذ لي بالجهة اليمنى. حاليا لو اغير بهذا اكتب عليه واقول له run، نلاحظ انه مباشرة ينفذ لي. احنا خلال هذا الموقع تقدرون تتعلمون من عنده طبعا نهاية الدورة بعد ما تكملون، لكن راح ناخذ من الموقع المواضيع الرئيسية لل HTML. راح نشرح كل هذا، راح نبلش بهم بالبداية من ال HTML Basic، بعد ال Element راح ناخذ الكودات من خلاله وننفذهن ونفهم شنو هذه الكودات وشلون نقدر نحسن عليها. ان شاء الله تكون واضح الفيديو لكم. طبعا لو نجي نتعرف على بيئة ال HTML، احنا قلنا شنو الفرق بين ال HTML وال HTML 5. طبعا بالنسبة لل HTML، what is HTML؟ HTML is a standard markup language for creating web page. اذا هي create لي web page. اختصار ال HTML اللي هو hypertext markup language. طبعا تحتوي على مجموعة عناصر، تحتوي على مجموعة تاكات مثل الهيدنج البارجراف التيبل اللي راح نتعلمهن خلال هذه الدورة. ما اريد ادخل بالكود ونعرف شلون ننفذ ال HTML حتى لا يكون الفيديو وقته طويل. ان شاء الله بالفيديو القادم راح نستمر باول درس التعلم HTML. شكرا للمتابعة.